حبيبتي وما رضيتش اقول لهم على اللي انتي حكيتيه لي، وقلت اشوف نتيجه اعاده التصحيح ايه. انا متاكده انهم هيكتشفوا اني مظلومه واني المفروض انجح بتفوق. ان شاء الله يا دولي، وتطلعي بقى سنه ثالثه. مين بقى اللي بيكلمك الساعه دي؟ ده بابي. فؤاد؟ ارد يا مامي؟ ردي شوفي عاوز ايه. الو، هاي يا بابي، الحمد لله كويسه كده. خلاص اوكي ماشي، حاضر، باي باي. حضرتك من اهل، باي. خير يا حبيبتي، عاوز ايه؟ عايزني اروح له بكره الفيلا الصبح ضروري. وليه؟ ما انتي كنتي لسه عنده. عاوز منك ايه؟ مش عارفه يا مامي، لو حضرتك مش عايزاني اروح له بلاش. لا على ايه، روحي شوفي عاوز ايه، بس ابقي طمنيني عليكي. حاضر يا مامي، تصبحي على خير. انتي من اهل. في حاجة يا دولي؟ مامي، الفلوس اللي حضرتك اديتيها لي من كام يوم خلصت. خبرك ابيض، لحقتي تخلصي الفلوس دي كلها؟ ما انا بخرج مع اصحابي، يعني اسيبهم يصرفوا عليا. حاضر يا ستي، بكره الصبح هديكي اللي انت عاوزاه، بس اياكي تاخدي جنيه واحد من ابوكي، فاهمه؟ حاضر يا ماما. كل الحاجات دي ليا يا بابي؟ طبعا يا حبيبتي، هو انا عندي اغلى منك؟ ايه مالك مستغربه كده ليه؟ اصل حضرتك اول مره تعملها، أول مرة تجيب لي هدوم وجزم وشنط. ومش هتبقى آخر مرة. بس حضرتك عرفت مقاساتي إزاي؟ ده سؤال تسأليه برضه. في حد ما يعرفش مقاسات بنته؟ أنا عايز أقول لك على حاجة، لو في أي حاجة هنا ما عجبتكيش أو ما كانتش مقاسك تقدري تغيريها على طول. ميرسي قوي يا بابي، ذوقك يجنن. فعلاً يعني عاجبك؟ ده أنا لو كنت اشتريت لنفسي ما كنتش هجيب حاجات ستايل كده. بصي بقى يا حبيبتي، من هنا ورايح لو في اي حاجه تعجبك او اي حاجه نفسك فيها شاوري انت بس، وانا هجيبها لك على طول، عشان تعرفي قد ايه انا بحبك وقد ايه انا بفكر فيكي دايما. انا كمان بحبك وبفكر فيك على طول. انت حبيبتي انت. بابي. نعم. انا كنت عايزه فلوس. فلوس؟ حاضر يا ستي. وايه بقى المناسبه ان شاء الله عشان يجيب لك الحاجات دي كلها؟ معرفش يا مامي، بس اكيد مش هروح اساله حضرتك جبتي الحاجات دي ليه. غريبه يعني، ده عمره ما عملها. ولا يكونش فاكر ان انا مش قادره اصرف عليكي ومش عارفه اجيب لك فساتين ولا جزم. بصراحه يا مامي الحاجات اللي جابها لي حلوه موت وباين عليها غاليه قوي. يا سلام، والحاجات اللي انا بجيبها لك ذوقها وحش ودرجه تانية. لا يا حبيبتي انا ما اقصدش. هو ابوكي عاوز منك ايه بالظبط؟ يكونش بيزغلل عينيكي عشان تروحي تعيشي عنده؟ مش ممكن يا مامي، انا لا يمكن اسيبك ابدا. صحيح يا دولي؟ طبعا يا مامي، انا لو عارفه ان الحاجات دي هتزعلك ما كنتش خدتها منه. طب ايه رايك بقى ان انا مش عايزاها، وهروح ارجعها له واقول له انها مش عاجباني وانها مش جايه على مقاسي، وهقول له كمان ان حضرتك مش مخلياني محتاجه اي حاجه. صحيح يا حبيبتي. طبعا يا مامي، انا ما يرضينيش ان ازعلك ابدا يا حبيبتي، وانا مش ممكن ازعل منك ابدا. خدي يا حبيبتي الـ2000 جنيه دول، بعد ما ترجعي الحاجات اللي باباكي جابها لك انزلي اشتري اللي نفسك فيه. ميرسي يا مامي حبيبتي، ميرسي قوي. دولي يا حبيبتي، اي حاجه تحتاجيها اطلبيها مني، ما تتكسفيش مني ابدا، انا ما عنديش اغلى منك في الدنيا دي كلها. انا رحت المحلات اللي بابي اشترى لي منها الحاجات ورجعتها وخدت فلوسها. معقول اللي انت عملتيه ده؟ احنا قلنا ايه؟ طب افرضي مامتك عرفت بالحقيقه. مامي مش ممكن تعرف، لان بابي ومامي ما بيكلموش بعد ما يوم اتطلقوا. اطمن، انا عامله حساب. انا مش مصدق اللي انت بتقوليه ده، ومش مصدق اللي انت عملتيه اساسا. اعمل ايه؟ ما انا عايزه اقضي الاثنين.
انت كده ما بترضيش حد، انت كده بتزودي الزعل اللي ما بينهم. عارف انت دمك تقيل قوي النهارده. يا دول انت لازم تعملي ايه؟ لو سمحت عندك سندوتشات ايه؟ في برجر؟ طب ممكن واحد برجر تجيبه لي هناك؟ انا مش كنت قاعد بتكلم معاكي هناك؟ ايه بقى لو سمحت عندك ايه وعاوز اكل وايه؟ انا هوا قدامك ولا ايه؟ تامر لو ما بطلتش الطريقه دي انا همشي واسيبك. انا رايح اكل هناك. يا دولي يا دولي افهمي اللي انا بقوله لك ده لمصلحتك. لو سمحت ممكن تستعجل لي الساندوتش وتطلب لي تشاكا عشان انا ماشيه برضو تاني؟ لو عايز تثبت لامك ان انت بقيت راجل وعايزها ترضى عنك بصحيح يبقى خلاص تعمل اللي قالت لك عليه. يا ستي انا ما بفهمش في شغل الفرن ده، انزل اعمل معاها ايه بس؟ الله، وهي يا ابني كانت امك بتفهم في شغل الفرن ده هو. اتعلم، وعلى رأي المثل كتر الحزن يعلم البكا. بس يا ستي. بس ايه يا حبيبي، انزل على الاقل عشان تحمي مالك ومال امك من الغريب اللي طمعان فيه. غريب؟ قصدك مين يا ستي؟ انت ناسي ان امك وحدانيه مش متجوزه والطمع فيها كتير. انا اللي فكر يبص لامي بص ما تعجبنيش يا ستي اعملها معاه. تعملها معاه؟ تعملها معاه ازاي بقى وانت قاعد هنا هوت ما انتش شايف ولا داريان بحاجه؟ ها انت عندك حق يا ستي، انا لازم انزل اقف جنب امي في الفرن عشان المنطقه كلها تعرف ان معاها راجل بيحميها. ايوه ايوه كده يا دنايا، ربنا يحرسك لشبابك. ايوه اثبت لها ان انت راجل. يلا يلا بقى انزل فرح امك، بس اسمع اوعى تقول لها ان انا قلت لك حاجه.